تفصل بشكل أكبر. بس أنا صراحة شفت شيء صراحة لا يمكن السكوت عنه، يعني فداحة، فداحة أخلاقية، فداحة فنية، فداحة في كل شيء، بالسلوك، بالأخلاق، بكل كل كل شيء. يعني طبعا شفت، كلنا ندري إن مسلسل شو اسمه، مسرحية حلم أمينة اللي سوتها إلهام الفضالة مع الجروب مالته وإنتاج شركتها، وهذا سوتها مسرحية تلفزيونية وباعتها على منصة أو تلفزيون أوان، فيها نخبة من الفنانين اللي احنا نحبهم على رأسهم أكيد إلهام الفضالة، إلهام الفضالة وشهاب وإيمان فيصل وشهد سلمان، ويعني نخبة 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 كبيرة من الفنانين، وعبد الله الحمادي وبدرية طلبة. لكن أنا صحيح ما شفت المسرحية كاملة، لكن إن شاء الله الليلة راح أخذ مسكنات قبل ما أقعد وأشوف الحلقة، لأن أنا أدري حنزل حضطر أن أطلع من الحلقة أروح أي صيدلية أجيب لي فولترين، أجيب لي بروفين، أروح أجيب لي من الصيدلية بنادول مسكن الآلام، لأن اللي شفته لا يعطينا، إحنا يعني قاعد نشوف للأسف مادة فنية محترمة، لأن الألفاظ اللي تم وضعها في هذه المسرحية من خلال مقطع واحد تم تداوله بالسوشيال ميديا، لحد يقول لي أنا دائما كنت ضد نظرية حكاية إنه شنو، إنه ما يصير من مشهد واحد إحنا نحكم على العمل، بس لا، في هذا اللي أنا شفته هذا فعل فادح، هذا احنا مش محتاجين نشوف البقيه، احنا اكيد راح نشوف البقيه وراح نتفاجئ باشياء اكثر. ولكن يعني انا شفت مقطع من المسرحيه في بدريه طلبه النجم العربيه وشهاب جوهر وامام فيصل وعبد الله الحمادي، يعني يا جماعه زين ماشي، وزاره الاعلام شالت الرقابه على نصوص المسرحيات واكتفوا بإجازة العرض فقط. تبون تقنعوني أن وزارة الإعلام أجازت، مجلس الثقافة والفنون والآداب أجاز نص أمينة حاف بهذه الألفاظ مشهد ساقط فنيا، ساقط أخلاقيا، ساقط، هذا ما يستحق أن يراه الجمهور أبدا. يعني بدرية طلبة قاعد تقول لهم انتوا واطين، تقول احنا يقول الحمادي احنا يعني واطين اكثر، عزكم الله. وامام فيصل يعني انا ساكته ما تحجه، انا مؤمنه ان عندك موهبه كوميديه، ولكن حكايه احنا زباله، احنا ازبل من الزباله، احنا اللي داخل الزباله، احنا الكلب، احنا انجس منها، هل هذه كوميديا؟ هل هذا المفروض احنا نضحك عليه ونقول ها 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 ها؟ يعني المفروض احنا يعني نقول شيء، الله يا خفه الدم، يا الروشنه، يا الابداع، يا يعني يا القطيطه، يا الفريشه، يا اللي ما لا، يا الهدافه، يا اللي تقطين افيهات. في واحد بيضحك على افيه كذي؟ والله بسال سؤال، هل هذا معروف؟ هل هذا يعتبر افيه؟ بس انا ماني يعني ماني من دهشة، لأن العمل تأليف علي الدوحان، وإذا عرف السبب بطل العجب. والمشكلة علي الدوحان يزعل، يزعل والله، مدام أنت تزعل عشان تعدل من مستواك من المادة اللي تقدمها، ازعل. هبة حمادة انتقدناها من هني ليوم القيامة على وايد اشياء فنيه، كان البنيه عدلت وسوت وتعدلت وسوت المحتوى السليم. اول كانت تقول الفاظ اكثر متحرره جريئه هبه حماده، ولكن ناجحه
ما شفنا في نصوصها كلمة احنا ازبل من الزبالة، احنا انجس من الكلب. واو، هذه كوميديا. الهام الفضالة. للمرة المليون ارجع اكرر لك نصيحتي، تبين تاخذين فيها اخذي فيها، ما تبين تاخذين فيها انت الخسرانة، مو انا اللي قاعدة امثل، ولا انا اللي النجاح يأثر حتى على سعري. مو انت الهام، مو انت باكر لما تقدمين عمل يشاهد تلفزيونيا ولكن العمل فاشل فنيا، ترى هذا يأثر على حتى أجرك، إنه ما يرتفع ينزل. الفضائيات أو القنوات أو المنصات اللي تقول يا هلا ومرحبا في إلهام الفضالة، نجمة مهمة، اشتروا عملها حطوها، باكر يقول لك لا يا معود، ترى مستوى أعمالها مو ذاك الزود، جمع لي في هالفنانين اللي عندهم فانزات وعندهم متابعين، احنا بنسوي عمل حق التلفزيون وحق المنصة وحق ولا حق السوشيال ميديا. تبي تسوي شيء؟ تسوي في السوشيال ميديا، ليش تسوي لنا اياها بهالطريقه؟ الهام وخري عن كتابه علي الدوحان، سوف يقضي عليك علي الدوحان بكل جداره وشطاره من خلال اعماله الهابطه، من المحتوى السيء، من عمل المراهقين. شنو اعماله غير انه يجذب المراهقين اللي بعمره؟ اوكي، واللي اقل منه؟ شنو اعماله غير استقطاب مراهقين واظهار الهيلق؟ يموت على الهيلق، يطلعهم في كل عمل علي الدوحان. وانا قاعد اقول يا جماعه، الكاتب الممثل او الفنان السليم ما يحكر نفسه على مؤلف واحد، لانه راح يخسر. تكرار المحتوى. عادل امام بقلاله ادره لما كان يشتغل وينجح مع وحيد حامد، عراب الكتابة والسينما، يروح يشتغل بعدين مع سمير عبد العظيم، يروح يشتغل مثلا مع بشير الديك ككتاب. سعاد عبد الله وحياة الفهد مع حفظ الألقاب والمكانة الفنية نجحوا مع طارق عثمان، وسووا خالطة قماشة ورقية وسبيتشة، وسووا على الدنيا على الدنيا السلام، كلهم كله طارق عثمان. بس ترى بين الأعمال كانوا يشتغلون أعمال ثانية. لما جت سعاد عبد الله تنتج ما أخذت من طارق عثمان، مع إنه كان موجود بعد ما مات. أخذت من مبارك الحشاش وسوت رقية وسبيتشة إنتاجها. أوكي؟ ما يصير حتى المغني، ما يصير حتى لو نجح مع شاعر وملحن، لازم يدور غيره. تعلموا حتى عبد المجيد عبد الله، كان شوف الشطاره، هذا الملك والله، ملك الاغنيه عبد المجيد عبد الله. انا عندي يعني عبد المجيد عبد الله احلى، شوفوا احلى صوت في الخليج، وعبقري اختيار الأغنية، ساحر. عبد المجيد عبد الله يختار الأغنية الصح ويغير مهما نجح مع، شوفوا لما أخذ من المريخي، خالد المريخي، ما بين بعينك على كثر ما جاك، لا وحسافة ليتني ما أعطيتك. بنظرية إلهام الفضالة مفروض يستمر مع خالد المريخي 10 سنين بعد نجاح هذه الأغنية، بس رجل يفهم، يدور على كلمة جديدة، لحن جديد، شخص آخر، دماء. إلهام الفضالة لا تنجرفين وراء هذه الأعمال. أنا لو ما أحبك ما أنصحك. كنت أطلع كناقدة أنتقد عملك من غير أي نصيحة. مو تقولون النقد البناء، هذا النقد البناء، ان اقول لك صلحي. اوكي؟ ان صلحي.
اخذي عمل من كاتب آخر. الدنيا متروسة، اخذي نص من مريم نصير، اخذي نص من منى الشمري. انت مو الحين صرتي منتجة، طلعي المحتوى. ثاني شيء الهام، انت اليوم نجمة، انت تقدرين تختارين النص، تقولين حق المنتج انا ابي اشتغل هذا النص. شلون شجون لما اخذت ذاكرة من ورق وخذتها وودتها عند باسم عبد الامير وقالت له انا ابي اشتغل هذا العمل، وباسم ما رضى يشتغل فيه لانه شاف خساره فادحه فيه، لانه في كل ثلاث ارباع سفر برا، كميه نجوم كثيره، في مصرف، في روحه، في قعده، بقعدون شهور. خذته وراحت في عند عامر صباح وغرق في عامر صباح. بس تحت اي مبدا هي اختارت النص وراحت قالت انا ابي اشتغله واشتغلته، حتى مع منتج اخر. اختاري محتوى جيد لان انت في خطر. الهام ورب الكعبه، انت نجوميتك في خطر. انت من عداني العيب وانت ها قاعد تنزلين. لا تعتمدين على المشاهده، المشاهده لما تشتري منك، لما تيجي تاخذ العمل مالك الام بي سي حبيبتي، الام بي سي الشاهد اكبر منصه في الوطن العربي، لو تحطين اعلان فيها يفول ملايين، مو محتوى فني. لا تعتمدون كفنانين ككل شيء، لا تعتمدون. حتى انت كمشاهد لازم تفهم، هناك مليون مره قلتها، صار لي 12 سنه اقولها وراح افضل اقولها. المشاهده شيء، نسبه المشاهده شيء، والنجاح شيء اخر، الرساله شيء اخر، البصمه شيء اخر. يا مكثر ناس تافهه موجوده على السوشيال ميديا ومشاهدتها بالملايين، ايش كثر في ضعاف عقول موجودين في السوشيال ميديا، الناس تتابعهم عشان تتسلى. تلاقون شخص محترم ذو هدف وشوفوا مشاهدته. تفرق، مو تعبت وانا اقول مع فارق المقارنه. القنوات الاباحيه والأفلام الإباحية مشاهداتها عالية جدا، أوكي، وفي ناس تدفع لها فلوس بالاشتراكات أكثر من اللي يدفعونه حق المنصات الرقمية اللي يحطون فيها مسلسلات وأفلام وما شنو. الأفلام الإباحية مشاهداتها بالبلايين. في أفلام إباحية للأسف مشاهداتها أكثر، استغفر الله العظيم، من فيديوهات القرآن الكريم على اليوتيوب. هل معناه أن هذا أفضل من هذا؟ لا. أكبر دليل أن هذه الأفلام الإباحية توديك النار والقرآن الكريم يدخلك الجنة. هذا ثواب وهذا عقاب، القيمة تختلف عن المشاهدة. اوعوا، اصحوا. مو كل شيء عالي المشاهدات معناه انه هو ممتاز. نفس نظرية يقول لك الغالي ثمنه فيه، مو شرط الغالي ثمنه فيه، من قال؟ من قال؟ في مخدرات، نوعية مخدرات في العالم غالية جدا. هل هذا نظرية، هذا يعني ينقال الغالي ثمنه فيه؟ هذا يذهب العقل، يدمر جهازك العصبي،
يدششك في مرحلة جنون، يهري بدنك، يخليك ترتكب جرائم، هل هذا إلغاء ثمنه فيه؟ لا 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 لا، مو بكل شيء إلغاء ثمنه فيه. فوالله نصيحة، يعني هذا عمل أنا عرفت ليش ما أخذوا شاهد، يعني مبين إذا هذا المشهد بهالطريقة. وخلنا نكون واضحين، إلهام الفضالة عندها تجارب بالمسرح التجاري، ولكن هي مش كوميديانة. وأعتقد إلهام لا ما تزعل من هذا الشيء. فعلا هي مش كوميديانة، يعني طالعوها في قناص خيطان. عبد الحسين الله يرحمه يقطع عليها الصيرفي، عساسنا يابينا شنو يعني المزة اللي في المسرحية اللي تخطف عبد الحسين من لكمة اللي هي حياة الفهد، فلازم يبون هي حلوة، كانت حلوة يعني بذاك الزمن، مربربة بس حلوة مانة الهام، وللحين حلوة الهام. بس احنا خلينا نطالع، مو الكل الموجود في المسرحية عنده خبرة كوميدية انه يشيل عمل كامل. يعني شهاب جوهر عنده تجارب في المسرح سواء التجاري او الاكاديمي، ولكن يعني مو ذاك الكوميديان. هم ممثلين تلفزيون اكثر منهم مسرح، ارتبط معاهم الجمهور بالتلفزيون اكثر من المسرح. يعني عبد الله الحمادي انا اعزك واقدرك وايد، ولكن عبد الله الحمادي راجع نفسك، هذا اللي انت قدمته في هذا المشهد سقطه سقطه، ما في شيء يضحك يا عبد الله. عبد الله انا اعزك واقدرك، وانت فنان جيد وموهوب وانسان خلوق وانسان مش شنو، احنا زباله، شنو هالكلمه؟ يظهر ان ما في احد لهم سيطره على الممثلين، يقولون كل اللي يبونه. لا المخرج عنده سيطره، لان المخرج لو عنده سيطره ما قال هذا الكلام. يعني انت تقنعني عبد الله الحمادي انت مثلا الحين في الطابق الثاني مع الفنان عبد العزيز المسلم تقدر تقول على المسرح كلمه احنا زباله؟ تقدر تقولها؟ انا بعد انا يعني حاضره بروفات وعروض ابو عبد الله عبد العزيز مسلم يعني من 96، يعني صار عشرتنا اكثر من 28 سنه، والله والله اعتقد يذبحك، لانه يمتاز مسرح عبد العزيز مسلم بالاداب العامه، يعني مسرح تقدر تروح انت ومرتك وخواتك وبنتك، ما تخجل من مشهد خادش، من كلام خادش، من هذا لا 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 مستحيل، ما يعدي لك ياها. مو عيب عبد الله تطلع تقول احنا زباله وهذه كوميديا؟ يا عبد الله راجع نفسك، لا تاخذك المايه وتفقد كثير، وعيب. هذه الالفاظ كلكم محاسبين عليها صناع العمل، ما دام المسرحية تلفزيونية وصار إن يعني تمنتجت، والكلام هذا ما انشال بالمونتاج وخلوه بالمونتاج وباعوا المسرحية فيه، فهم محاسبين كلهم صناع العمل محاسبين. فعمل سيء واضح، يعني على قولتهم، يعني أنا أرجع أقول علي الدوحان، يعني شنو يختلف محتوى من التلفزيون للمسرح؟ نفس الهلاقة اللي يكتبها هناك يحطها هني. لو يقول لي ما في هلاقة، كلمة احنا زبالة واحنا انجس من الكلب، وهذا احنا هذا كوميديا بشرف. انا بسأل سؤال المشاهدين، والله العظيم انتوا تضحكون هذه الألفاظ؟ ترى انا وايد احضر مسرحيات وما يعجبني وما يعجبني العرض، امشي وامشي واقوم ما اقعد.
لان هذه يعني يبقى احنا جايين احنا نعرف، لا احد يقول انتم صرتوا تضحكون الضحك القديم، اوكي احنا جايين من جيل تربينا على فن صحيح، يعني في المسرح تربينا على افيهات عبد الحسين عبد الرضا، خالد النفيسي، افيهات غانم الصالح، حياة الفهد، افيهات سعاد عبد الله، عبد العزيز النمش، بعدين يا جيل ثاني افيهات عبد الرحمن العقل، افيهات انتصار الشراح الله يرحمها، افيهات بعدين عدنان ننسى مريم الغضبان، اوكي افيهات مريم الصالح، افيهات افيهات، فبعدين يا جيل الحكاوة اشوف احنا جروب البلام يضحكونا، مو مفروض هذه الكوميديا الجديدة؟ أنا ضحكني عبد العزيز النصار، ضحكني كوميديا حسن البلام، تضحكني كوميديا خالد مظفر، تضحكني كوميديا فرشة فهد البناي، تضحكني إفيهات العونان. أوكي؟ مو هذا كوميديا قاعد تضحكنا. عبد الله الخضر يضحكنا. الحميلي يضحكنا. مو هذه الكوميديا الجديدة قاعد نضحك. بس في أشياء ما تضحك يا جماعة، مو غصب بنصير كوميديانات، مو غصب احنا مو كل شيء، كل واحد قدرة واقتدار وموهبة ويوقف عندها. ومو كل كاتب يصلح في التلفزيون يصلح حق المسرح. أسامة أنور عكاشة بقلالة أدرو. الكاتب التلفزيوني اللي لم يأتي لم يجود الزمان بمثله، اللي كتب ليالي الحلمية وكتب الأرابيسك وكتب من اليوم يعني الآخر الشارع، ما عنده تجارب في السينما. أعتقد اللي يمكن تجربتين أبرزها كتيبة الإعدام، وكان هو دائما يقول كل انا ما اقدر، انا متعود لما اكتب احداث وايد، فالفيلم ما يتحمل مدته ايش كثر، ساعه ساعتين ثلاثه، فما يتحمل ان انا، فانا ابي اسرد اكثر، فعشان شي يختار مو كل، مع انه نجح وكسر الدنيا، بس انا ارجع اقول مو كل كاتب تلفزيوني يصلح حق المسرح. طارق عثمان نجح في التلفزيون ما نجح في المسرح، ما راح صوبه، ما عنده القدره. اوكي في ناس تصلح في ناس ما تصلح، في ناس الله خالقها للكتابه المسرحيه مو للتلفزيون، وفي ناس قادره وفي ناس مو قادره. فاتمنى والله الهام تراجع نفسك، لان هذا المحتوى يسيء لك مو حلو. يلا نتكلم في موضوع